رح ناخذ نيوميريكال اكزامبل. خليني ارسم رح ارسم اللينكس هون. هاي عندنا زي ما قلنا هون هذه ال1، هاي ال2، هاي ثيتا 1، هاي ثيتا 2. طبعا نتذكر هون انه عندي ثيتا 1 بوزيتيف بهذا الاتجاه، ثيتا 2 بوزيتيف بهذا الاتجاه، يعني افترضنا انه زد طالع من الصفحة، زد طالع من الصفحة. ثيتا 3 كمان في عندي ال3، بس زي ما حكينا ما رح ندخلها هاي ال3 هون. هلا ثيتا 3 بتصير هاي الزاوية. فثيتا 1 رسمناها بوزيتيف، ثيتا 2 رسمتها بوزيتيف، وثيتا 3 رسمتها بوزيتيف. هلا المطلوب required orientation وposition. required t phi بتساوي 45 درجة، يعني هيك، يعني بدها تكون الطول النهائية هيك اتجاهها. و L1 معطية معنا هون بتساوي L2 بتساوي 1 متر. بدي أحقق X بتساوي جذر الواحد ونص، Y أخذت أنا أرقام سهلة عشان تطلع الزوايا معنا. فبدي أحقق X و Y جذر الواحد ونص، فكأني عمالي بقول هون قديش جذر الواحد ونص؟ تقريبا 1.225. هاي النقطة اللي بدي عندها الريست، اللي عندها الريست، وبدي هذا الاورينتيشن تبعت التول تكون بهذا الشكل 45 درجة. هلا هون رح يكون في عندي تو لينكس، كل واحدة منهم واحد مزبوط. هلا حتى نتأكد المرة اللي انتم اقترحتوه المرة الماضية، لازم يكون عندي هذا هيك وهذا هيك إذا بدي يكون شغلنا صحيح مزبوط. لو ربعنا واحد ونص بتعطيني واحد ونص، واحد ونص وواحد ونص عم تعطيني هون ثلاثة. جذر الثلاثة هون عندي بده يكون هدول اللينكس التنتين هدول اثنين، جذر الثلاثة بطلع أقل من اثنين، فلو مدينا هدول التو لينكس من هون بكونوا أطول، فبيقدروا يوصلوا هاي المسافة. هدول اللينكس واحد واحد، فهدول ممكن لو مديتهم كامل قديش تصير هاي؟ جذر التنين وجذر التنين، فهدول بيقدروا يوصلوا اللينكس هدول لو مديتهم كاملا بيقدروا يوصلوا 1.41 1.41. فمعناها في فيزيبل سولوشن من هاي الارقام، في فيزيبل سولوشن. اذا نحل على كوساين ثيتا 2، لو اخذنا الان كوساين ثيتا 2 بتساوي اكس سكوير 1.5 زائد واي سكوير 1.5 ناقص 1 تربيع ناقص 1 تربيع على 2 في 1 في 1، بصير عندي 3 ناقص 2 1 بتعطيني نص. اذا ثيتا 2 بتساوي 60 على اول حل. هلا اذا اخذنا الساين، ساين ثيتا 2 بيساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص نص تربيع، مضبوط؟ اللي هي بتصير 0.75 اللي هي 3 على 4 اللي هي جذر الثلاثة على 2. طبعا عندي هون بلس ماينس، بصير هون بلس ماينس، بصير هون بلس ماينس. اذا ثيتا 2 ايش القيم التنتين لها؟ مضبوط؟ من هون هيطلعوا الحلين، طلع مع حل بوزيتيف وحد نيجاتيف. هذا الثيتا 2 60 وناقص 60، هذا بواحد منهم بيكون للقلبه تحت وواحد منهم للقلبه فوق، فرح يكون في عندي حل ثاني. لاحظوا هون ثيتا 2 ايش صارت؟ سالبه. هاي سالبه هون وهي موجبه، مضبوط؟ هون ثيتا 2 موجبه وهون عندي سالبه لانها رجعت ترجوع، هون راحت من اكس 1 لاكس 2 فهي موجبه هون، فهي بلس 60 وهي ماينس 60. اذا هي طلعنا الحلين. هلا اذا حطينا السولوشنز هون نحط سولوشن واحد سولوشن اثنين، هي ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3، عندي هاي زائد 60 وهاي ناقص 60. هلا بدنا نلاقي الحلول الثانيه. ناخذ الان اذا كي 1، كي 1 رح يطلع له قيمه واحده بس اللي هي 1 زائد 1 في كوساين ثيتا 2 اللي هي نص، فكي 1 دائما 1.5. كي 2 رح يكون له قيمتين مضبوط، لانه هاي بتكون زائد ناقص جذر الثلاثة على 2 في 1، فبتصير هاي ناقص زائد ناقص جذر الثلاثة على 2.
فبيصير عندي الآن بقدر أطلع جاما مظبوط؟ جاما بدها تساوي A tan 2 زائد ناقص جذر 3 على 2 وعندي هون 1.5 هلا إذا قسمنا أقسمهم على 2 بتصير هاي 1.5 بتصير هاي فبتصير تان يعني تان الزاوية جذر 3 على 2 على 1.5 ولهي هي 3 على 2 فبتصير جذر 3 على 3 فبتصير 1 على جذر 3 اللي هي شو بتطلع الزاوية 30 مضبوط؟ وبتطلع جاما بتساوي 30 زائد ناقص 30 مضبوط؟ مضبوط فصار عندي هلا جاما لها قيمتين فبطلع معي قيمتين ثيتا 1 بلس جاما بتساوي A tan 2 XY إيش هم؟ واحد فهي بتساوي 45 فصار عندي ثيتا 1 بلس جاما بتساوي 45 درجة قيم جاما 30 فبتصير ثيتا 1 بلس ماينس 30 بتساوي 45 فثيتا 1 يا بتساوي 15 يا بتساوي 75 ايش الغلط؟ واحد ونص ونص اه هاي ايش؟ هاي غلط؟ لا هاي نحن القيم اللي حطيناهم لإكس وواي هي من البداية فرجيني وين الغلط؟ احنا هنا حطينا هاي اكس فرضناها 1.5 تقدر 1.5 تقدر 1.5 اسف اوكي ال1 وال2 اللي هم مظبوط لان هاي تقول انها جذر ال1.5 جذر ال1.5 بتطلع 45 فصار عندي ثيتا 1 وثيتا 1 هلا 15 ففي حل راح يعطيني هلا اي حل بتناسب مع مين كان الحلين وطلع معي ثيتا 1 وثيتا 2 15 و75 لازم نربطهم بالبلس والماينس فلازم نربط فجاما كانت عندي بالقيمة بلس 30 مع مين بتكون؟ مع القيمة البوزيتيف لكي 2 والقيمة البوزيتيف لكي 2 بدها تكون مع الزاوية البوزيتيف فمع الزاوية البوزيتيف عندي هاي بدها تكون 15 مضبوط وهاي 75 فبصير عندي هلا فاي بتساوي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3 فبصير عندي انا بدي 45 مضبوط الزاوية النهائية بتساوي 60 زائد 15 زائد ثيتا 3 مضبوط هيك 75 75 بتروح هناك بتصير 30 وبعدين بيطلع معي ناقص 30 مضبوط وبعدين بيطلع معي 45 بتساوي ناقص 60 زائد 75 زائد ثيتا 3 فبصير ثيتا 3 75 15 30 فبصير عندي مع الحالة الأولى بتطلع ناقص 30 وهي تطلع زائد 30 خلينا نطلع هون نشوف الفيزيكال مينينج عندي الحالة الأولى كانت ثيتا 1 15 فثيتا 2 كانت 60 بوزيتيف 60 مضبوط وبعدين بدها تكون هذيك ناقص 30 ناقص 30 معناها انه عندي اذا طلعنا هون بدها تكون ناقص 30 لانه البوزيتيف راح يكون هيك فهي بدها ترجع رجوع لورا هون فبدها تكون ناقص 30 بهذا الشكل كانها راجع هون الحل الثاني راح يكون عندي هون 75 راح تصير الزاويه الثانيه ناقص 60 وبعدين هذيك راح تصير 30 صحيحه 30 فبصير هدول هم الحلين الالبو اب والالبو داون